مرحبا، أنا حسين داود من نجف، مواليد 95، مهتم بفن الخردة، فن إعادة تجميع الخردة. بدايتي كانت من 2018، اشتريت ماكينة مال لحيم وسويت دراجة، يعني صممتها وسويتها وقمت أفتر بيها فترة وبعدين فسختها عفتها، فبقت عندي الماكينة مال لحيم، فقمت أسوي أشياء صغار من براغي يعني، وشفت فنانين أجانب هواية يسوون هالشي، وسويت يعني من كنت أسوي أشياء صغار فقمت أسوي أشياء كبار. بالبداية كنت أشوف يعني الصور صغار مثل براغي وهالشي أجانب مسويين، فأحاول أقلدهم يعني أسوي نفسيتها، وبعدين شوي شوي اتطورت فقمت أسوي أشياء خاصة بي يعني من الخردة أجمعها وأسويها. فرق بيني وبين الحداد يعني اكو هواي اللي ببالهم انا حداد، بس انا يعني مهنتي مو حداد، انا كهربائي، بس هاي المهنه يعني ماخذها كهوايه مو حداد، وهاي يعني بيها لمسات فنيه. اكو فرق بين الحداد وبين هاي الشغله، يعني مثلا حداد يسوي باب او شباك، فهاي لا، يسوي اعاده تدوير من الخرده اشياء تالفه نسويها تحف فنيه. اكو اشياء اسويها من صور، اكو من رسم، اكو مثلا اشياء مثلا على الانترنت موجوده فحاول اسوي نفسيته، واكو اشياء مثلا من اشوف الحديده احاول اصورها ببالي او اضيف لها بعد حديد او خرده ونسويها، يعني نسويها تحف، فبعد الصبغ وبعد الترتيبات تطلع كلش نتيجه كلش حلوه. سويت هذا الكرسي او عرش الخرده مثل عرش ثرونز، يعني ذاك من السيوف وهذا كله من الخرده، تجميع الخرده، يعني مسوي من غراض مال سياره وغراض مال دراجه وغراض يعني مال باسكلات وهواي غراض مسوي، يعني اكو اشياء مثل اللحم يعني مسوي براغي عادي، واكو اشياء اللحم هم مثل اللحمه وهواي يعني اشياء مسويها. وهذا لسه طبعا كله من تايرات، هذا من تايرات مال السياره ذني، تايرات مال السياره ذني، تايرات مال باسكل، كله تجميع. الحصان هذا كله تجميع من الخرده، يعني كله تجميع غراض مال باسكلات او غراض مال دراجات. يعني هذا العقرب مسويه من موتور مال غساله وغراض مال باسكل مثل ذني تشوفون، غراض مال باسكل هذا، وهذا مال دراجه، زنجيل مال دراجه، وذني مال سياره ولف حماوه، وهاي مال سياره، وهذني شاشه حديد، يعني من هواي اشياء من هواي غراض مسوي هاي. اكو اشياء مسويها من مسلسلات او انمي مثل هسه هاي مال انمي لوفي، شيء رمزي لها، واكو اشياء مثل هسه هاي مثل الخوذه مسويها من مسلسل اسمها ذا ماندالوريان، وهاي الخوذه هم مثلا مال سبارتا، المتابعين الفيلم يعرفونه. هاي عندي تقريبا احدث شغله سويتها لحد الان، هاي القيثار السومريه، اقدم اله موسيقيه بالتاريخ، طبعا سويتها كلها من الخرده. هاي مثلا مال دراجه، هذا دبل، هذا الغراض مال باسكيل، لشه مال باسكيل، وهاي بليته قصيتها من جيزر او سخان، يعني البوري مالته شو اسمه قصيتها وسويت هذا البليته مالته، وذني كله يعني تجميع من الخرده. تقريبا اخذ وقت كل يوميه من ساعتين الى اربع ساعات اشتغل بهاي بهذا المكان يعني او الورشه، تقريبا احاول اجمع الحديد، يعني احاول اسوي مو بس من الحديد، من حديد وتايرات، وعندي اعمال بسيطه يعني من السيامه اي واحد يقدر يسويها. المصاعب اللي واجهتها فن الخرده، طبعا الكهرباء، اهم شيء كهرباء، مثلا بالصيف ماكو، ما اقدر اشتغل يعني الا على الكهرباء، والحديد كلش خطر، يعني مرات تنشوي مرات تنجرح، يعني مرات بالكوسره، يعني كلش خطر. واكو اشياء مثلا ضروريه انا ما عندي، مثلا الاشياء اللي استعملها انا بس ماكينه مال لحيم وكوسره، واكو يعني يحتاج لهواي اشياء ما عندي يعني. ردة فعل الناس من اسوي شغله وانشرها على التواصل الاجتماعي او بشكل عام هنا كلش ايجابيه ويشجعوني على هالشيء، فهواي يحاولون يشتروها،
فأنا يعني ما أبيع عن، فأحاول أطورها يعني أسوي هواي أشياء على مود يجون ناس يشوفوها، إذا بعتها يعني من يشوفها بعد. حتى هنا يعني لهذا المكان تقريبا يجوني هواي هماتين على سعرها وبيش تبيعها وهيك شيء، فهواي يعني مثل الجيتار أو عرش الخردة هواي ناس إجوا عليها، يعني مثلا أكو ناس شايفين المسلسل وأنا أسوي على المسلسل هواي يريدون يشتروها، مثلا الجيتار تجميعها كلش حلو هواي، مثلا عندي الأسد مسوي من التايرات، فشغلة يعني غريبة وهيك شيء هواي طلبوها من عندي يريدون يشترون، يعني هواي أشياء يريدون يشترون، فأني ما أبيع يعني. فن الخردة وعادة التدوير هواي ناس يقدرون هذا الفن، وهواي فنانين هماتين يعني يحاكون على أشياء، وهواي جتني دعوات، وآخرها مؤتمر تيدكس بغداد. تقريبا صار لي بالخمس سنوات بهذا المجال، يعني كبداية هواية بس هسه لا، تقريبا صرت شلون فنان عندي هواية أشياء تشهد، هواية أشياء مسويها أنا كلش حلوة، هواية فنانين يعني قالوا عليها يعني أشياء حلوة وهيك شيء، فهسه أعتبر نفسي فنان.